بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، نحل السؤال الثالث أو المثال الثالث. يقول evaluate يعني شنو؟ يعني جد للأخير، مو مثل السؤال اللي قبله اللي راد فقط حدود التكامل. دبل تكامل X Y تربيع DA when in two ways، يعني بالvertical cross section والhorizontal cross section in the region bounded، المساحة المحددة ب two curves Y يساوي جذر X، Y يساوي X تكعيب. أول شيء لازم أني أروح أرسم، ولازم الرسم شيء يصير عندي، يصير عندي صحيح. ليش؟ الرسم إذا كان خطأ يعني السؤال كله خطأ. نجي إلى الكيرف الأول، واي يساوي لي جذر أكس، أو أنت تعرفه طبعا هذا الرسم، تعرفه أنه الأكس، الأكس شيء يساوي لي واي تربيع، أو شو تسميه واي شيء يساوي لي جذر أكس. نفس الكيرف الاكس، من يكون اكس يساوي واي تربيع يصير باتجاه الاكس اكسس، هاي احفظها تقدر ترتب عليها. الان نجي الى الكيرف الثاني، واي يساوي لي اكس تكعيب، هذا هو الواي يساوي لي، الواي يساوي لي اكس تكعيب. بعد نقدر شو نقول عليه؟ نقدر نقول عليه الاكس يساوي لي واي اس 1 على 3. شوف هذا السؤال يختلف عن السؤال السابق، انه نقاط التقاطع هناك معروفه، بينما هنا نقاط تقاطع التو كيرفز ما معروفه. فاروح على الواي 1 يساوي لي جذر اكس، الواي 2 شو يساوي لي؟ يساوي لي اكس تكعيب. لازم اساويهم واي 1 يساوي لي واي 2 حتى اقدر اطلع نقاط تقاطع. فايش صار عندي؟ صار عندي اكس تكعيب شو يساوي لي؟ يساوي لي جذر اكس. ربع الطرفين ايش صارت؟ صارت اكس تكعيب تربيع شو يساوي لي؟ اكس، او اكس اس 6 ناقص اكس شو يساوي لي؟ يساوي لي 0، او اكس في x أس 5 ناقص 1 يساوي 0. أيضاً x يساوي له 0، ها؟ هنا رأساً ال y أعوض يساوي لي أحد المعادلات، ال y شي يساوي لي؟ يساوي له 0. or x أس 5 شي يساوي لي؟ يساوي لي 1. إذن ال y شي يساوي لي؟ 1 أس 1 على 5 ويساوي ليش قد؟ 1. أعوض بأحد المعادلات شلقي؟ ألقي ال y. فش صارت عندي نقاط تقاطع؟ صارت عندي نقاط تقاطع 0 و 0 وبعد 1 و 1. اذا هذا هسه اني اقدر اعرفه هذا الاكس مال تشقد يساوي لي 1، هذا مهم جدا. واقدر اعرف الثاني الواي شي يساوي لي، الواي يساوي لي 1. الان انتبه على اللي راح يصير بالسؤال، هاي هي المنطقه اللي هو رايدها، بقى ايش راح نشتغل؟ راح نشتغل الفيرتيكال. لازم اعبر ال ال منين؟ ال من الأسفل إلى الأعلى. أول كيرف يطخ به هو منه؟ هو الواي يساوي لي اكس تكعيب. ثاني كيرف يطخ به هو منه؟ هو واي يساوي لي جذر اكس. انتبه على الرسم، شوف شلون راح نحل. قريب الرسم، صار أدي دبل تكامل، دبل تكامل اكس واي تربيع دي واي، قلنا دي اكس، دي واي دي اكس معناها من الاكس الأول إلى الأكس الثاني، من الواي الأول إلى الواي الثاني. بس لا تنسى الأكس هي نقاط، أول نقطة شقد؟ أكس صفر، آخر نقطة شقد يساوي لي؟ أكس واحد. بينما هنا كيرفات، أول واي منو؟ هو الواي يساوي لي أكس تكعيب، ثاني واي منو؟ الواي يساوي لي جذر أكس. هذا انتهى السؤال تقريبا، لأن ما بعده هو عبارة عن تكامل اعتيادي. نروح نكامل أنا وياك، هذا من صفر إلى واحد، تكامل أكس واي تربيع دي واي، تعرف أنت راح يصير أكس واي تكعيب على ثلاثة، من وين لوين؟ طبعا من أكس تكعيب إلى شقد؟ إلى جذر أكس دي أكس، ويساوي لي تكامل من صفر إلى واحد. هسا نعوض الواي، صار أكس في جذر أكس تكعيب على ثلاثة ناقص اكس في اكس تكعيب على ثلاثة دي اكس، ويساوي لي هنا الاكس تكامل من صفر الى واحد، اكس هنا صار واحد ونص واحد، صار اكس اس خمسة على اثنين، اثنين ونص على ثلاثة ناقص اكس لشقد؟ هذولي تسعة وواحد، صار اكس اس عشرة على شقد؟ على ثلاثة. هذا هسه المرة راح أكامله، راح أكامله للدي اكس. واضح جدا انه الاكس اس 5 على 2 اضيف له 2 على 2 ايش صار؟ صار اكس اس 7 على 2 على 3، طبعا بيش اضربه؟ يعني اقسمه على 7 2 يعني اضربه في 2 على 7 ناقص اكس اس 11
على شنو؟ على 11 في 3. من وين لوين؟ من 0 إلى 1. طبعا هاي النتيجة مالتها أنا كاتب لكم إياها، هي بالموضحة توضيح أكثر بالسؤال المحلول، تساوي 5 على 77. الآن نفس السؤال نفسه راح نروح نحله بيش؟ بالهوريزونتال كروس سكشن، فراح يصير X Y تربيع، هالمرة دي X دي Y. لا تنسى أنه الـ L من وين راح يصير؟ راح يصير منه، هذا هو اتجاه الـ L، هذا هو أول كيرف وهذا ثاني كيرف. فانتبه، النقاط البعيدة من Y يساوي لي شقد؟ من Y صفر إلى أعلى Y شقد؟ أعلى Y يساوي لي واحد. الكيرفات من أول X يطخ الـ L إلى آخر X، أول X يطخ الـ L هو منه؟ هو هذا اللي إحنا الكيرف نفسه الـ Y يساوي لجذر X، أو الـ X شي يساوي لي؟ Y تربيع. وثاني واحد هو منه؟ هو البعيد اللي هو Y يساوي لي X تكعيب، اللي سمينا X يساوي لي Y أس 1 على 3. اعتياديا هسه التكامل راح تعرف يصير من 0 إلى 1، طبعا راح اكمل للاكس في البدايه، فراح يصير اكس تربيع واي تربيع على ايش قد؟ على 2. من وين لوين؟ من واي تربيع الى منو؟ الى واي اس 1 على ايش قد؟ على 3 دي واي. فراح اروح اعوض وين القي اكس؟ اخليها 1 على 3، فش يصير؟ ادي تكامل من 0 الى 1، واي اس 1 على 3 كله تربيع، في واي تربيع على 2 ناقص واي تربيع كل تربيع في واي تربيع على ايش قد؟ على 2 كل دي واي. هنا ايش صار عندي؟ صار عندي واي تكامل من 0 الى 1، واي اس 2 على 3 في ايش قد؟ في واي تربيع على 2 ناقص واي اس 4 في واي تربيع على 2 كل شنو؟ دي واي. طبعا عند ضرب تجمع الاسس واي اس 2 على 3 في واي تربيع، اللي واي تربيع يصير 6 على 2، 6 على 3 سوري. فش صار هنا؟ صار تكامل من 0 الى 1 واي اس 8 على 3 على 2 ناقص واي اس 6 على ايش قد؟ على 2. منين؟ من 0 الى 1. نكاملها طبعا، ايش راح يصير عندنا؟ راح نجمع هنا 8 على 3 زائد 1 على 3، صار هنا واي اس 11 على 3 على 2 في 3 على 11 ناقص واي والسبعة في واحد على سبعة على اثنين. منين؟ من صفر إلى واحد، وأيضا تعطيني نفس النتيجة 5 على 77. شكرا لكم.